أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا لم يأمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء كما في بعض البلاد ولجهل الناس بها، فهل تشرع الصلاة من غير إذنهم؟ أي نعم، صلاة الاستسقاء عند الحاجة ولو لم يأمر بها الإمام، حتى الواحد الفرد الواحد له أن يصليها ويطلب السقيا من الله عز وجل، ما في مانع. نعم.